وزارة التموين بتقول طرح زجاجة الزيت على بطاقة التموين ب25 اللي هي في الأسواق ب40 جنيه. طرح بتقول إن الدولة هتتحمل الفرق ما بين ال45، الدولة هتتحمل فرق ال15 جنيه. طب أنا كان نفسي إن وزارة التموين معلش يعني توضح أكتر من كده، لأن الخبر مش موضح أكتر من كده. الخبر بيقول إن الزيت على بطاقة التموين هيبقى ب25، 800 مللي اللي هي بتتباع ب40 جنيه في السوق، والدولة هتتحمل 15 جنيه. طب احنا عايزين نعرف، هي انت حضرتك كوزارة التموين كتر خيرك هتديها لنا ب25 مكان 40، طب هي تكلفتها كام؟ يعني هل يجوز ان الزيت ده يتعامل معاملة اي سلعة، ان انا من حق اكسب 30 او 40 او 50%، ولا يعني هي الفرق كام؟ يعني هل الدولة تتحمل او الوزارة هتتحمل 15 جنيه فرق على كل ازازة في عدد ده عندنا تقريبا ما يقرب من 60 مليون بطاقة برضو، يعني او من 60 مليون سوري مسجل على البطايق، فده يبقى مبلغ كبير، مبلغ كبير جدا يعني، لما مش عارف بقى يعملوا كام ازازه الزيت دول في الاخر يعني. فكان نفسي برضو يوضحوا هي ازازه الزيت دي ثمنها كام، يعني ازازه الزيت دي ثمنها الفعلي كام، واذا كان الزيت ده سلعه استراتيجيه زي السكر وزي الدقيق وزي حاجات تانية كتير، يعني جميل ان هم يقولوا ان تكلفته قد كده وبيكسبوا فيه قد كده، عشان يبقى بس احنا فاهمين الدنيا. لكن ده في احنا بنلاقي منتجات تاني من الزيت اغلى من كده بكتير جدا، يعني في بعض الزيت الذره بيوصل اعتقد 58 جنيه و60 جنيه في ال 800 مللي مش في اللتر. بالظبط كده، ومهم لان الخبر ده او ال 25 جنيه زيت الخليط اللي هو زيت القلي، يعني برضو الناس مش بتستعمله في الاكل او ما بيتمش استعماله في الاكل، ففي كل الاحوال حتى لو دي كانت مدعمه مطلوب ان احنا برضو ناخد او نلاقي زيت الذره وزيت العباد اللي بنستخدمه في الاكل بتاعنا يكون برضو نلاقيه بسعر يناسب الناس انها تقدر تشتريه. طيب من اخبار برضو وزاره التموين، واتكلمنا عن الموضوع ده امبارح، العيش اللي مش عنده بطاقه تموين يكون معاه كارت يقدر يصرف العيش من المخابز، العيش اللي هو المفروض اللي هو المدعم اللي بياخدوه على بطاقه التموين. وخليني اقول لكم، حتى لو بتجيب عيش سياحي وحتى لو عندك انك انت تجيب، هو ما فيش احسن من عيش الفرن، هو العيش ده الاسمر بتاعنا ده هو اللي بيشبع يعني، ولا طعمه يتقارن بعيش المخابز، انت بتحس ان انت بتاكل هوا. وبرده سعر العيش السياحي بقى غالي جدا ومبالغ فيه، يعني ايه تشتري الرغيف الواحد ب2 جنيه ونص و3 جنيه الرغيف؟ طب انا لو ما عنديش بطاقه واشتريت العيش السياحي هجيب بكام للفطار ولا الغداء ولا العشاء ولا السندوتشات، ولا لو اسره فيها كام فرد فهيكفيني قد ايه؟ فهو مش منطقي، والموضوع بقى لود او حمل ان انا اجيب عيش سياحي. فوزاره التموين هتوفر، وده يعني هيكون مطروح قريب جدا، هي بتقول انها هتعمل ده كخطوه تجريبيه في مخبز او اتنين لغايه ما يشوفوا الطريقه الصح هي ايه. لكن الكارت ده هتجيبه منين؟ هو يبقى كارت مسبوق الدفع، انت هتدفع الفلوس كانك بتشحن او حاجه يعني، هتجيبه من مكتب التموين، وبتقدر تصرف من اي مخبز من اللي بيبيع العيش المدعم اللي بيصرفوا منه اللي معاهم بطاقه التموين، هي نفس المخابز هيكون متوفر فيها. واحنا مع حضراتكم وهنتابع لغايه لما يتم طرح الكارت، وهنقول لكم برضو التفاصيل.